ولما عرفوا اني مرت المختار ايه صاروا بدهم يعطوني الاغراض ببلاش. يا سلام. وهن يحلفوا وانا احلف، وهن يحلفوا وانا احلف، وبالف يا ويلاه لردوا ياخذوا حق الاغراض. لك لك مرت المختار يا اختي. ليش امتى صار هالحكي يا مو؟ يو هذيك اليوم لما نزلنا على سوق الحميديه بدنا نشتري اواعي نسيتي. الله يزيد فضلك. ان شاء الله بيسلموا هالايدين يا بنتي، يعني شو منك تقبري قلبي شو ظريفه. يو ام نصري، هي صانعه وهي شغلتها، شلون عم تقلي لها يا حبيبي شو مني؟ يبليني بحمها، والله فكرت اضيفي عنكم. شو علي؟ يلا هاي مخلوقه مثلنا مثلها، وبنت عالم وناس، ما فيها شيء اذا جبرنا خاطرها بكلمه حلوه يخطين. لا تقبريني، هذا صفوان يقبر قلبي. الله يرضى عليه، رضا قلبي ورضا ربي. حب يريحني ويهنيني، قام جاب لي صانعه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ان شاء الله الهي بتخدمك بالهنا يا ست الكريم. يا خانم. نعم ام سلمى. نحن عم نفكر نجوز بنتي سليمه الجمعه الجايه، وانا جايه جاورك وشوف اذا كنت فاضيه ولا لا. الجمعه الجايه، الجمعه الجايه، لا مالي فاضيه. ليه؟ معزومة على استقبال مرت مختار الشاغو. يا اللهم صلي على النبي، شو بتنعزمي؟ مرت مختار الشاغو؟ ليش امتى عزمتك يامو؟ امبارح بعتت لي خبر. مين هي يامو؟ والله ما عرفتها. شلونك انتك مصياح؟ اللهم صلي على النبي حولها مصياح، والله الحمد لله مسلم عليك. الله يسلمك الهي، ليش ما جبتيها معك؟ منين بدها تجي حصرتي؟ والله ما عم تفضى ليلا ولا نهارا، ما بتستريح الا يوم الجمعه، حتى يوم الجمعه بيتنا على دق ما نفتح، دق ما نفتح، حتى يوم الجمعه ما بنستريح. ايه الحمد لله، الحمد لله. هلا اولاد ابو سليمان خشاب عرفوا انه ربع البيت والمزرعه لرويدا، وانه رويدا بعتني اياهم. ليش لا تقول لهم؟ تضرب رويدا وسيرتها. شلون ليش؟ لانهم يا امي هلا هيك بيقيموا حصه رويدا وام وضاح، بتصفى حصته بيشتريها منهم بتراب المصاري. مظبوط. ابن امك تقبرني، ما بينخاف عليك. رح تقول لاولاد عمها؟ والله يا مو ما بعرف، خايف ايش كان قلت له يدروا انه وثيقه هي اللي سرقت الاوراق وال50 عصمانيه وعطتني اياهم. تسلموا دياتك. شرفي يا أم شرفي. هلأ بتخلصي الجريات وبتروحي بتنامي، عشان بكرة الصبح تفيقي بكير تروحي لعند أم نصري تخبزي العجينات على التنور. حاضر. يلا الله معك. شلون شايفتي لي هالصانعة يا مو؟ منيحة. أنا ما بعطيها وش، الصانعات ما بينعطوا وش. هلأ المهم بيت نمر الخشاب رح يصير بإذن الله. لا يا مو لا، مو كلياته، نحن بيطلع لنا التلتين، لانه في حصه الثلث لاولاد عمي ولسميحه، بقى بكره متى ما اجت سميحه من تركيا نشتري منها حصتها ومن احطلها. هاي دخيلك اذا اجيت. وبركي عم ابو خير اعترض. ما بيحق له يعترض يا مو، نحن قلنا الحصه الكبيره. يعني رح نسكن ببيته؟ بيتنا يا مو بيتنا، وحياة عيونك بيتنا. بس والله يا مو انا عم بقول لعلي يبيع حصتنا بالبيت، بلا ما نسكن هنيك ما رح بنحسن. ليش يا مو؟ أنا كل عمري أملي ومناي إني أسكن ببيتهم. يا أمي إيش كان وضاح بكرة هرب من الحبس وجلا أنا ساكنين بالبيت، يعني الحلال بتصير قصة إلها أول ما لآخر. أما إيش كان بعناه من إنه والله يا عمي بعنا البيت وما صفي معنا المتليك. يا مو لا تخاف، والله أنا بالليل والنهار عم بدي عليه الله ياخده ومرتاح منه. خلينا نسكن بالبيت. لسه يا مو لسه، لسه الحاصل والمزرعة رح بيصيروا إلنا. انت بس طولي بالك على ابنك وشوفي شو رح بيساوي. هلا المضافه صارت لنا، وابي صار المختار، وانت حرمت المختار على سن ورمح، ورويدا حرمتي على سنه الله ورسوله. لك تضربي انت واللي جابوكي مثل افه الهف، كان ناقصني انا بلاوي، عايفه حالي. خلي قلبي وتيسري روحي يلا. كملي طبخ قبل ما تغيب الشمس. يوه. ايه يا مو؟ خير يا مو؟ لك يا مو عجلك المشترات هالبيت وبيعه على الحارق، والله وغوشتني من قصة وضاح لمقوى ليقوم يطلع من الحبس ويرجع على الحارة. يا أمي أنا قلت لك إيش كان رجع؟ إيش كان رجع؟
بقى انت اطمني وحطي ايديك ورجليك بمي بارده. الزلمه محبوس مؤبد وبكره قال لها ما يعدموه ويريحونا منه. لك هذا وضاح تنح وراسه يابس، يعني بكره قال لها ما يعمل له شي حكايه بالحبس ويعدموه ويريحونا منه الا ما يقتله شي قتيل. انت اكرم من الله. الهي الهي وانت جاهي يعدموك يا وضاح ويريحونا منك؟ يعني شلون بدك تحط ايدك على البيت واثنين من اولاد ابو سليمان ماتوا؟ خايفه على ابنك يا ابو، قال مصايب وقوم عند قوم فوائده. شلون يعني؟ ما فهمت. يعني سليمان الخشاب بعد ما ماتوا اخواته حلف يمين عظيم ما حدا بيحط ايده على رزقه ابو وضاح، لا بحلال ولا بحرام. ايه ايه، وقال لي يا صفوان انت تصرف، انا ما عندي اعتراض عليك بنوب. هو هيك قال له؟ ايه هو هيك قال لي. يعني هلا يا مو صار فيني حط ايدي على الحاصل بالمزرعه مو بس على البيت. مبروك تقبرني. مبروك عليك يا ست الحاره. الله يبارك فيك، تقبر قلبي الهي، طول عمرك رافع راسي مو مثل ابوك. ايه يا مو، وهذا رجدي رح تقلعه من الحاصل؟ لا لا هلا ماني مفكر بهيك شيء بنوم، هذا سرسري وغليظ وصاحب مشاكل، بخاف بكره يدقدس عن القصه ويروح لعند الكاتب بالعدل يكتشف الوراق اللي بيني وبين رويدا. معك حق يا مو، خليك بعيد عنه يضرب هو وسيرته. يا مو نزال سليمان الخشاب نازل عن حقه، رجع المصاري لصهرة، خلي الرزقة كلها إلنا أحسن يا مو أحسن. بيقولوا العاب لحالها ترجع رضيان. انت هيك قلتك يا مو، والله ما بتحكي مدوزة. يا مو قلو لهذا اللي بيشتغل بالمضافة يحضر لنا هيك عرباية نطلع على المزرعة يومين. أنا مزرعة يا مو؟ مزرعتنا يا مو. يا ليش نحن عنا مزرعة؟ قال مثل ما قال متى صرنا وضعه. خرسي خرسي خرسي، لا تقولي مثل ما قال. تعي تعي لك بنتي، تعي قعدي معنا. خليها قاعدة بعيد. لا حرام اخطري. لا مو اخطري، هي خدامة. يو وإذا خدامة؟ شو يعني مالا بنت عالم وناس؟ حرام. ناديلا خالي ناديلا. ما بتحب تقعد مع حدا؟ أنا رح أجيبها. روحي اجيبيها. قومي اشربي شاي مانا. يا مو أميرة خدي لك كاسة شاي. حاضر يا مو. تفضلي هي كاسة الشاي. ما بدي اشرب شاي. لك اشربي هالكاسة. ما بتحب الشاي. باين عليها آدمية. ماشي حالها. ما بتقول لأمي غير يا خانم ولأبي يا بك، قال مثل ما قال المتى. زكية يلا اشربي كاسة الشاي بدنا نقوم نمشي. ايه قاعدي تقعد بقلبك العافية، والله بدنا نروح نوطب اغراضنا مشان بكره من الصبح نسافر على المزرعة. يو انا مزرعة يا بعدي؟ مزرعتنا تقبريني. ليش امتى اشتريتوا مزرعة؟ ابني ابو عدنان الله يرضى عليه اشترى لنا مزرعة نمر الخشاب المختار ابو وضاح. مزرعة المختار ابو وضاح؟ ايه نحنا إلنا حصة فيها بس اشترينا حصة ابو سليمان الخشاب، يعني صار إلنا أكثر من الثلثين. بس حصة كنتكم سميحة واضبها وجاهزة، بدها بتاخدها بدها بتبيعنا إياها، الله يردها بالسلامة هي وجوزها وولادها. إيه الله يسلمك. يلا عن إذنكم. إذنك معك الله معك. تفضلوا لعنا على المزرعة. إن شاء الله منتشرف. يا ميت أهلا وسهلا. أمانة أمانة تجو، والله قاعدة بتاخد العقد. حيني وليه؟ خاطرك سعاد. الله معكم. الله يسلمك يا رب. يلا كمان خليني الحق قبل ما يجي جوزي. أي الله معك. مع السلامة. وينك يا أم وضاح يا حصرتي؟ تجي تشوفي أم صفوان صاحبة الجاه والخدم والحشم. لا وأخذوا لهم رزقهم كمان. بس أنا لازم أقول له لأبوكم مشان يبعث له مكتوب لخيرة وسميحة ويقول لهم شو عم يساووا بيت أبو صفوان. إيه والله يا أمي هالجماعة ما بيتأمل لهم. عم أشتري لك بنتي، ما بتفهمي عم تعملي شيء.
لك شو هالشوفي؟ انت لا تتدخل. لك ليش عم تضربيها؟ شو في ابي؟ الجماعة يلي كنا عندهم قالوا لي اشربي شاي، قالت يا بتتراسى ما قدرت تشرب شاي، صار فيها مثل ما قال المثل يا حواجبه يا عيونه وعم اغتسل بيبا. يبعث لك حمى انت الثانية. وبركي ما بدها تشرب شاي. حرام عليك يا ابو صفوان، حرام. هلا انت افهم منها، انا ما عم بضربها لانه ما شربت شاي، انا عم بضربها لانه حاطه راسها براسي وبدها تتمضيف عند الناس وتتعورق شاي. فهماني؟ يا جدي والله خسارة ويا حيف ضيعتوا هالحياة.